صباح الخير وأهلا بكم إلى حوار لبنان اليوم. آخر تطورات الحرب على غزة وانتقال المعركة إلى رفح، هل يكون أو تكون المحاولة الأخيرة للإسرائيلي لتحقيق إنجاز ما قبل إتمام أي صفقة للتبادل؟ وما بين مفاوضات جمدت في القاهرة أحيانا وتحركت في الإمارات أحيانا، وكيف ستتعاطى مصر التي اتخذت أقصى درجات الحيطة والحذر لتأمين حدودها مع فلسطين المحتلة؟ وما مصير أمنها القومي فيما لو فتحت ثغرة في جدارها الفاصل؟ من خطة التهجير إلى التوظيف السياسي للمعركة على مستوى المنطقة وعلى وقع استمرار لغة التصعيد، إيران أعلنتها وبصراحة أنها لا تريد الحرب، غريمتها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك فعلت، ولكن قولا وليس فعلا. فهي وإن تعمل كوسيط السلام في المنطقة، ولكنها لم تردع نتنياهو عن أفعاله الجرمية، ولا حتى المحكمة الدولية استطاعت وضع حد للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. إلى لبنان، حيث حزب الله الذي بدا أنه لم ولن ينفذ صبره من أحكام المعركة أو إحكام المعركة، لأن ذلك يعني تحقيق الهدف الأكبر لإسرائيل، والمعادلة ثابتة، الضربة بالضربة والبادي أظلم. أما على المستوى السياسي فقد طغى مشهد عودة الحريري وما أثارته من تساؤلات عما إذا كانت هناك نية حقيقية لعودة الحريرية السياسية إلى قلب المعادلة اللبنانية، وهل تندرج في إطار التسوية المرتقبة؟ أسئلة كثيرة نطرحها على ضيفنا في الاستوديو، نائب الأمين العام لحركة النضال اللبنانية العربية طارق داود. أهلا وسهلا فيك معنا في التلفزيون. أهلا فيك أنت والمشاهدين الكرام. كيف كانت طريقك من اللي بأعلى هون؟ والله شتي مطر، الله يبعث الخير. الحمد لله على السلامة. يعني نبدأ من المشهد السياسي اللبناني، طغت عودة الحريري اليوم الذي عاد بفعل الذكرى لوالده، استشهاد والده، ولكن يعول على عودة إلى الحياة السياسية، ماذا تقول في هذا الشأن؟ يعني لا شك أنه المرة هاي عودة الرئيس الحريري غير السابق. نعم. أولا الوقت أخذ وقت طويل، ثانيا الاجتماعات اللي حصلت، اللقاءات إن كان بالدبلوماسيين الأجانب أو في السياسيين اللبنانيين. نعم. وكأنه هنالك رسالة من الرئيس الحريري عم بيوجهها للخارج، وشفنا بوقت يوم اللي نزل ب 14 شباط حكى كلام، وكان كلام مكتوب، يعني وليس الخارج والداخل في نفس الوقت. صحيح، وكان كلام مكتوب، يعني الأمور مدروسة، وهي أنه رجعتوا على الساحة على جمهوره، انتوا بتقدروا النبض، وانتوا بتقدروا اللي تغيروا واللي تمشوا الامور. نعم. بالوتيره الصحيحه نحو الاستحقاقات. وشغله ثانيه كمان كانت ملفتي، انه قال انه نحن انا برجع وقت اذا شفت انه التطرف السني جاي. صح. فانا بكون موجود. ماذا يقصد يعني عودة التطرف؟ هيدي الرسائل هاي هي للداخل وللخارج أكثر، وهو يعني الأمور رايحة باتجاه الرسائل إلى المملكة العربية السعودية. والكلام اللي طلع على الحدث هو يعني طلع من خلال تلفزيون سعودي. صحيح. ولكن ما حكى بالسياسي كثير، اذا لاحظتي على التلفزيون ما كان عم يحكي سياسي بشكل واضح، بعدين ثاني يوم تطرق لملفات سياسيه. فلا شك انه الرئيس الحريري اثبت انه هو عنده جمهوره الكبير اللي ممتد على جميع الاراضي اللبنانيه. لا شك انه الرئيس الحريري يمثل اعتدال سني، ويمثل النبض اللي كان عم يحكي عليه، ولكن هيدي توجيهاتها هي للمملكة العربية السعودية، لأنه هو هن اللي أقصوه في السياسة. خصوصا اليوم شاهدنا لقاءات عديدة مع كل السفراء وخاصة الولايات المتحدة، ولكن لم نرى سفير المملكة العربية السعودية. يعني في يعني بعد ما في قرار سعودي في سعودي، في ما يعني في رضا سعودي،
ما فينا نقول ما في رغبة ولكن ما في قرار لحد على الرغم من أنه الرئيس سعد الحريري كان أكد أنه تعليق العمل السياسي هو بقرار شخصي. صحيح. ونقطع السطر يعني. ما قرار شخصي كلنا بنعرف هذا القرار الشخصي وين خلفيته. ولكن الموضوع المهم أنه هل حان الوقت لإعادة سعد الحريري للعمل السياسي في لبنان؟ هل الوضع الإقليمي والوضع الدولي هلا صار جاهز لحتى سعد الحريري يرجع يجدد نشاطه السياسي في لبنان؟ هذا السؤال. ما الذي تغير منذ 2019 لليوم لحتى الرئيس الحريري وكأنه أبدى نيته نعم للعودة إلى الحياة السياسية؟ ما لحد هلق ما في تغير شيء يعني. بظروف الداخلية هلق اللي تغير أنه صار في فراغ في الموقف السني في لبنان. صحيح صار في يمكن تشتت في الموقف السني يعني لاستعادة مزبوط. الزعامة السنية والحفاظ على هذا الموقف وعلى الدور السني في لبنان من وجهة نظره هذه اللي عم بيحاول تسويقها الرئيس سعد الحريري واللي قال علنا قال انه انا جاهز اجي وقت اللي بيصير الوقت المناسب الوقت المناسب وموضوع التطرف اذا دخل التطرف على لبنان انا جاي كنت سالتك ماذا يقصد يعني بعوده التطرف هذه رساله للخليج ليقول لهم انا اللي بحافظ على الاعتدال في لبنان وانا اللي قادر على مساحه كل لبنان اني ما اخذ الشارع السني ما يروح الشارع السني باتجاه التطرف انا اللي بحمي هذا الشارع وانا بحافظ على الاعتدال السني. لكن هل يعني السعود اليوم هو ينتظر هذه الرساله مثلا؟ الا يعلم ذلك؟ هلا خصوصا يعني ان القاعده الشعبيه للرئيس الحشد اللي صارت ست هبه الحشد الجماهيري اللي صار وبعد انقطاع من الرئيس الحريري هيدا عم برسالة عم بيوجه رسائل الرئيس الحريري للقاصي والداني انه انا موجود ورغم غيابي انا بعدني موجود وانا بعده هذا النبض هو نبض مستقبل. هذا الرسالة اللي كان عم يوجهها. برأيك لو كان هناك فعلا تسوية قريبة هل يأتي يعني الحريري من قلب هذه التسوية؟ أم لا زال يعني الظروف لم تنضج بعد لعودة الحريرية السياسية إلى قلب المعادلة اللبنانية؟ هل السعودية هلا رضيت عليه؟ ما هي بدنا نسأل سؤال بعنين الرئيس الحريري ماذا تريد برأيك إذا السعودية؟ إذا إجا لحاله يعني شو في قدم إذا ما كان في معه دعم عربي وتغطية مالية ومعنوية ما في قدم شيء وهذا أثبت أنه حتى بتيار المستقبل وبجمهوره صار في تفكك وشفنا بالانتخابات أنه الأقربون له مشوا بغير قرار الرئيس الحريري. صحيح. وهذا بيدل أنه إذا ما في قرار وما في تمويل للرئيس الحريري وإذا ما في تسوية عامة وشاملة ما في له دور هلا. لذلك هو تهيئة إذا كان في هنالك من تسوية أنا جاهز. تهيئة وتهيئة يعني. بيقول إنه أنا إذا كان في تهيئة إذا كان نعم. في تسوية وقد تكون هنالك تسوية كبيرة في المنطقة إذا في تسوية أنا جاهز قود الحملة. ولكن برأيك كل هذه الأمال والتعويل على عودة الحريرية السياسية هي بالفعل يعني في مكانها أو سابقة لأوانها؟ يعني لا شك أنه عنده يعني كثير يعني حملت هذه عنده الزيارة أكيد وانعمل دعاية كبيرة الوفود الدبلوماسية اللي اجت لعنده كمان ملفتة صحيح إن كان من السفيرة الأمريكية اللي اجت بحفاوي أو السفير الروسي والدعوة لزيارة روسيا والسفراء الأوروبيين ولكن اللي توقف عنده هو أتت كل السفراء باستثناء السفير الأساس في وجود الرئيس سعد الحريري السياسي وهو صحيح. سفير المملكة العربية السعودية عدم مجيئه يعني بعد في إشكالية أو بعد في شيء معين في الترتيب بين
الرئيس سعد الحريري وبن سعودي. كيف قرأت لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصا نعرف هذه العلاقة الودية بينهما والمواقف التي تنطلق يعني، وكان قال له الرئيس بري شو هتضوي القوي، قال له هيدا ضوي المستقبل يعني، في رسالة بهذه الجملة؟ يعني أكيد العلاقة متينة جدا بين الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس نبيه بري، وهي مش غريبة ومش مستحدثة. رئيس بري من وقت اللي اعتكف الرئيس الحريري كان من أكثر الناس اللي عم بيشجعوا إنه ما تعتكف وإنه يكفي المسيرة. يعني هذا العلاقة الود، ولكن دائما كان في دعوات من الرئيس بري لعدم الاعتكاف أو للعودة. اليوم ما شاهدنا بأنه الفم الملآن وكأنه في دعوة للعودة، يعني كأنه الظروف لم تنضج بعد، ما تغيرت بعد هذه بعد الظروف، ما تغيرت الظروف وما لأن يعني أي مبادرة تنطلق من الرئيس بري هو يتحمل مسؤوليتها حتى يعني موضوع التسوية بعده في عراقيل فيه هلق. نعم. حكى بالتسوية وحكى أنه إجا يعني حتى الوزير الخارجية الإيراني لما إجا على لبنان وحكى أنه هنالك تسوية قريبة ولازم يعني دعا للضبط النفس والحل الدبلوماسي والسياسي. واضح انه ايران ما بدها حرب على حرب. نعم. واضح انه مش فهنالك في بوادر لحل معين. العلاقه الايرانيه السعوديه في وضع يعني متقدم جدا في العلاقه السياسيه، وهيدي كمان بتنعكس ايجابا على لبنان، ولكن بعد هيدي ما نضجت الا بس بموضوع غزه والحل الشامل لحتى تنضج على كل الاصعده، واخيرا توصلنا لنا يعني مع الاسف يعني تترجم في انتخاب رئيس جمهوريه مثلا؟ تترجم في انتخاب رئيس الجمهوريه اكيد، ولكن بعد مسار طويل يعني. نعم. وبعد تسويات اقليميه كبيره لنوصل، لذلك ما في يعني بالوقت القريب ما في بتصور ما في انتخاب رئيس، وكله هذا حكي قاقعة بدون جدوى يعني. البعض يرفض يعني ربط مصير الاستحقاق الرئاسة بالتطورات في غزة والاشتباكات الدائرة جنوب لبنان. سمعت السيد كان واضح امبارح. هاي شقتين. سمعت السيد كان واضح انه نحن ما نحقق من مكاسب أو من محقق من انتصارات في جنوب لبنان أو تحقق المقاومة على صعيد غزة لن نترجم في انتخاب رئيس جمهورية أو نستثمره هون. صحيح. وهذا واضح يعني. وهذا واضح من كلام سمحت سيد مش من هلق، من زمان وهذا موضوع مختلف. هاي شيء تاني، ولكن إذا بدنا نروح على التفاصيل لا أكيد نحن آخر شيء نحن بهالمنطقة ونحن نخضع، لأن هناك ما يدعي أن حزب الله يريد أن يقبض حقه يعني بالعربي المشبرح حكيها يعني كان واضح. سمعت السيد امبارح بشكل علني وقال أنه نحن ملكتنا ولا تاريخنا ولا ثقافتنا ولا يعني تاريخنا السياسي بدليل أنه نحن ما بنستثمر هاي قبل هاي. والمساندة لغزة تنطلق من المبدأ إنساني بالدرجة الأولى. لا شك مبدأ إنساني ومبدأ أخلاقي ومبدأ قومي، وهذا كله اللي حفز حزب الله أنه يكون شريك في المعركة. من كلام السيد حسن كمان أنه واضح أنه نحن اليوم محكومين بمعادلة تثبيت الردع، يعني اليوم صحيح نحن ما بدنا حرب، ما حدا بده حرب بلبنان، لا الحزب ولا صحيح. غير الحزب صحيح. بالدرجة الأولى الحزب ما بده حرب يعني. الأهم ست هبة أنه الحزب يدير المعركة بالجرام. نعم. بالجرام وبالحكمة العالي عالي المثيل، لدرجة أنه هو ما بده يفوت بحرب، ولكن هو عم يعمل توازنات هو والعدو الإسرائيلي. لأنه لو ما عمل الحزب هيك ولو ما مشي بهذا الطريق على الحزب، كان بيعرف والكل بيعرف انه العدو الاسرائيلي عندما ينتهي من غزه سيتحول الى لبنان مباشره. تصفيه حسابات اكيد،
لذلك الحزب أول شيء بداعي الوضع القومي والترابط بين المقاومة اللبنانية الإسلامية وبين المقاومة الفلسطينية وبين هذا المحور، هو وقف إلى جانب الأخوة في المقاومة الفلسطينية. ولكن بقية الحزب وحتى الآن وحتى يعني امبارح مثلا بالمجزرة اللي صارت كذا مجزرة صارت بس آخرتها بالآخر وحدة بالنبطية، الحزب ما راح على رد الفعل العشوائي وينتظر ويراد هذه ويراد من الإسرائيلي. الإسرائيلي طبعا عم بحاول يجر الحزب على رد فعل عشوائي لحتى يفوت بمعركة، لأنه اليهودي عم بيدور على انتصار، قد يكون عم يجر لبنان على قلب البيئة الجنوبية ربما. لا هيدا من لأنه اليوم ينتقد حزب الله عندما تضرب إسرائيل المدني، ينتقد حزب الله بل صحيح. يعني يجب أن ننتقد إسرائيل كيف تتعامل مع هذا المشكلة الحقيقية في الانتماء الوطني في عنا في البلد. إنه منلاحظ إنه في تلفزيونات وفي صحفيين وفي سياسيين مع الأسف إنه بدل ما يكون هلق هو في عدو لكل لبنان، هذا العدو ما راح يفرق بين ابن النبطية وابن صحيح. وابن رشية او ابن جوني او ابن هو عم بيهدد بضرب كل المناطق اللبنانية وليس فقط يعني العدو عدو للكل وعدو على كل لبنان، واي حرب على لبنان راح يشمل الكل. لذلك هذا الكلام اللي بينحكى بتحميل المقاومة المسؤولية، وهذا الكلام المخزي لنحكي واقع، لأنه هذا ما بيصح وخصوصا في الإعلام وخصوصا في السياسيين، أنه نحن عدوك هو اللي رايد تدمير وإنهاء لبنان، وهي المقاومة لو ما عملت الخطة الاستباقية ولو ما صارت معركة غزة وهلق بلشت تتوضح، كان الإسرائيلي خطته تهجير غزة إلى مصر، تهجير الضفة على الأردن، وتهجير 48 لعنا على لبنان، يعني اليوم وتهجير 48 على لبنان لإقامة هذه الدولة العنصرية اليهودية صحيح. وبالمقابل مقابل هذا المشروع إقامة دويلات على ضفاف هذه الدولة وكنتونات طائفية لتحمي هذه الدولة. لكن قبل الدخول بتطورات غزة الزار، يعني عن جد قدام بيّن في هدف موضوع استدراج حزب الله إلى الحرب، هو هدف كبير للإسرائيل اليوم صحيح. وقديش حزب الله اليوم قادر على ضبط النفس؟ هلق لا شك أنه حتى أنه قيل أنه زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المؤخرة كانت لضبط النفس صحيح، يعني لدعوة حزب الله لضبط النفس صحيح، كان وحكى بالإعلام نعم، يعني مش بس أنه بالغرف المغلقة نعم. حكى بالإعلام وقال وحث الحزب على هذا الموضوع، والحزب عارفين، والحزب بيدير قلت لك عم بيدير المعركة بكثير من الدقة وبكثير من الانضباط، لدرجة انه يعني هيدي اللي صار من يومين امبارح واول امبارح، كان لو ردة الفعل الحزب بياخذها بردات فعل كنا وصل لضربات كبيرة في العدو الإسرائيلي أو انقلاب القاعدة الشعبية مثلا. هو العدو الإسرائيلي عم يشتغل على هذا الموضوع على ولكن تحية كبيرة لأهل الجنوب، للشهداء، للجرحى، وللأهالي اللي عم تتدمر بيوتهم واللي عم تتدمر مؤسساتهم وأراضيهم الزراعية، ولكن صامدين. وانت بتشوفي قديش مدى الصمود، انه هذا البعبعات والحكي اللي برا غير اللي عند ابن الجنوب، لما منشوف تشييع اي شهيد عم بيكون باي ضيعه، عم نشوف الاف المشيعين عم بيكونوا صحيح. وهذا دليل انه كل الجنوب مقاومه، وهذا دليل انه كل الجنوب حاضن المقاومه، والا لو لم يعني على عم نشوف انه على الضياع الحدودي متاخمه للحدود عم بينزلوا بشيعوا شهداء وعرفانين انه اليهود
قبالهم وعبي يقصفوا ومش هذا وما يزعج الإسرائيلي. وهذا يعني بيزعج، وهذا بيدللك أنه هذا الشعب الجنوبي اللي نحن كل الشعب اللبناني بكل طوائفه وبكل انتماءاته مدانين لهذا الشعب، لأنه هذا اللي عم بيقاتل عنا، هذا اللي عم يحملنا ظهرنا، هذا اللي عم يرفع كرامة كل لبناني. ومن كان يدفع للنزوح اليوم هو من ينزح. صحيح. يعني أزمة النزوح في إسرائيل، العدو الإسرائيلي هو اللي عم ينزح، قد تطلب المعادلة. وصاروا كل المستوطنات اللي على الحدود لبنان كلها فاضي، بس في الجيش العدو الإسرائيلي الموجود بالبيوت وسرق البيوت، بس موجود بالبيوت. وهذا عدا عن الأزمات الداخلية والخلافات السياسية نتيجة هذا النزوح. امبارح كانت على يعني بين قاب قوسين كانت طارت الحكومة بموضوع إنه نتنياهو ما بده يشارك في الاجتماعات بالقاهرة كرمال موضوع واللي تفضلت فيه قبل شوي. نعم. كرمال تبادل النازحين. كان في معارضة شعبية لهذا القرار. كان في مراقبة صحيح. وحتى في الداخل يعني كان في وزيرين اللي اعترضوا وهددوا بالاستقالة وبتطير هاي المجموعة اللي هي بتدير موضوع الحرب أو المباحثات بموضوع الأسر. نعم. أستاذ طارق، السيد حسن كمان كان لفت بكلمته إلى أنه الحكومة اللبنانية اليوم هي يجب أن تفرض المعادلات، يعني لأن المقاومة على الأرض تحقق إنجازات. ما هو بشأن القرار 1701، نحن مع القرار 1701، ولكن يجب على الحكومة اللبنانية فرض شروطها. يعني ما مشكلتك أنه ما عم نقدر نحن أو كحكومة ما بتقدر تشوف قوة لبنان في المقاومة. يعني بعدهم بذهنية وعقلية القديمة أنه قوة لبنان في ضعفه، لبنان بالمقاومة أصبح هو قادر يحط الشروط اللي بده إياه. بعدين هيدا قصة أنه 1701 وإبعاد حزب الله عن حوالي 10 كيلومترات، 10 كيلومتر، انه هيدا من السخافات اللي عم تطرحها اسرائيل. واسرائيل هيدا يعني ما طرحته لغزه وما تعلمت انه هذا تعليت السقف بغزه وصلها لهون، وهلا عم بيعلي سقف بلبنان. حزب الله هذا ابن عايت الشعب وابن مارون الراس، شو بده يطلعوا ويحطوا بعد 10؟ يعني هذا شيء سخافي. حزب الله موجود، ما هو هو الـ هو الـ يعني هو الشعب الأرض يعني. هو الارض، هو المواطن اللي موجود بجنوب. ها هو حزب الله، مش عم بيجيب حزب الله المقاتل من كوكب اخر، هو ابن الجنوب. وعم نشوف انه كل الشهداء للحزب هلا 70% من الشهداء او اكثر هن اولاد المنطقه، هن اولاد هذه القرى الحدوديه. فكيف بقتل؟ لكن اي تعديل على القرار 1701 او التعديل في هذه الصيغه متوقف على وقف اطلاق النار في غزه. لا شك اكيد، يعني الحزب ما بيفوت باي تفاوض ان كان مباشر او غير مباشر الا وعلانا، يعني سمحت السيد، الا بتوقيف الحرب على غزه. وهو بدات يعني فتحت جبهه لبنان هي كرمال غزة، فما رح توقف يعني بدون ما يكون في ضمانات أو بدون ما إنهاء خصوصا أن نحن من سنة 2006 بعد انتهاء حرب تموز لم نشهد يعني أي خرق من قبل حزب الله للقرار 1701، فيما الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية مستمرة. صحيح. إلى أن جاءت الحرب على غزة وساند حزب الله هذه لا شك الجبهة. وحزب الله كان من يعني مثل ما تفضلتي من 2006 ما يعني ما بادر بأي عمل ضد العدو الإسرائيلي. ومع العلم أنه كان طائرات العدو الإسرائيلي دائما في خرق للأجواء اللبنانية، ودائما في من خلال لبنان تقصف سوريا. يعني من خلال الأجواء اللبنانية كانت تقصف سوريا.
نعم. هلا قبل الانتقال الى سوريا وما يحكى عن تقليص للدور او للنفوذ الايراني هناك او للتواجد عفوا، وكيف ينعكس على النفوذ الايراني في سوريا؟ يعني سمعنا انه في التواجد عم بقل الايراني بسوريا، هل صحيح هذا الكلام؟ هلا وبطلب روسي مثلا؟ لا، اللي بده في يعني في حدا بيحكي هذا الكلام لحتى يوصل لتصور، لأنه بيحكي هواجسه أنه هنالك خلاف بين بين سوريا وبين الجمهورية الإسلامية، وهذا كلام سخيف. مش ضروري يكون في خلاف، إذا كان في تقليص لدور الإيراني بيكون بقرار سوري إيراني. نعم. وتوافق، لأنه هلق يعني المراكز أو المناطق الحامية بسوريا بلشت تتراجع، وانتشار الدولة السورية صار كبير جدا في معظم الأراضي السورية والمناطق السورية. قد يكون أنا ما عندي كثير من هذه إنه بالتواجد العسكري، ولكن الترابط بين الدولة السورية والجمهورية الإسلامية أكيد هنالك ترابط متين جدا، رغم إنه العلاقة بين سوريا وبين الدول العربية يعني في تطور ملفت، في تطور كبير عم بيصير، وفي يعني في يعني السفراء العرب أصبحوا بسوريا معظمهم. هناك موقف متطور عربي باتجاه سوريا يعني. أكيد صحيح. يعني عندك الإمارات السفيرة صار في سوريا، المملكة العربية السعودية أيضا أعلنت فتح السفارة وبدأت بالشغل، الكويت على وشك أنه كمان تفتح سفارتها قريبا في سوريا، الزيارة اللي صارت بين تركيا وزيارة أردوغان على مصر هنالك إيجابية كبيرة رح تصير، وحتى أردوغان حكى أنه نحن بهمنا إعادة العلاقة مع الدول الجوار اللي هي العراق وسوريا، حكى فيها هاي، وهيدي بعتقد رح يكون في بينحكى في مبادرة رح يكون فيها الرئيس السيسي باتجاه سوريا، لمبادرة بين سوريا وتركيا. نعم. أكيد. وفي زيارة متوقعة للرئيس السيسي على سوريا بعد زيارة أردوغان. ولكن أين تركيا مما يحصل في غزة اليوم؟ تركيا هناك عتب كبير على الموقف التركي. أكيد لا شك أنه أنت آخر شيء تركيا أكبر تبادل تجاري. نعم. بين تركيا والعدو الإسرائيلي. نعم. الأكبر ترابط أو مش ترابط، يعني بدي أقلك أنه في بالموضوع المخابراتي والأمني في كثير من التنسيق بين قديما وحديثا بين الأتراك والعدو. نعم. الإسرائيلي. لذلك ما في راهن على الدور التركي بهذا الموضوع، لأنه عندنا كثير من الملاحظات على تركيا وعلى دوره في المنطقة السيء في المنطقة. نعم. طب يعني البعض كذلك ينتقد جبهة الجولان أنها خجولة في ربما مساندة الحرب الدائرة في غزة، وأين هي من وحدة الساحات؟ لا شك أنه سوريا اللي قدمته للمقاومة كبير. يعني وتحديدا لحماس وللمقاومة الفلسطينية هي اللي أعطتهم السلاح قديما، وهي اللي جهزتهم، وهي اللي قامت بكثير من المساعدات العسكرية والاحتضان بوقت اللي كان كل الدول العربية ضد حماس، احتضنتها سوريا، ومع الأسف حماس ما كانت بالأزمة السورية
كما يجب أن تكون. بالعكس كانت يعني كان لها دور، ولكن هلق مش وقت. نحن هلق مع حماس في موضوع المقاومة، وسوريا أكيد مع حماس ومع، ولكن سوريا بوضع الحالي، بوضع الاقتصادي التعيس جدا، بوضع الأزمات الداخلية اللي عندها، ما عندها قدرة هلق سوريا إلا أن بالدعم اللي قادر تعمله هذا الدعم، وهي بعتقد عم بتقدم الدعم اللي هي باللوجستي وباللي فيها تعمله من خلال دور سوريا في نقل الأسلحة من وإلى الحركات المقاومة. وهي سوريا فاتحة بوابة فيها، وهذه بعتقد أنه كافي لدعم المقاومة. ولكن سوريا هلق بوضع الحالي يمكن ما فيها قادرة أن تفتح الجبهة من عندها، وقد يكون أنه تفتح وقت اللي بتلاقي في صار في بالتوقيت المناسب، صار في يعني حاجة لفتح هذه الجبهة. وكأنه كل ساحة إلى توقيتها يعني. لا شك ولاحظنا أنه، وهذا من خلال هذا الترابط في الدور بمحور المقاومة. لكل ساحة هي وقتها وهي فعاليتها وهي ترتيباتها. نعم. وهي اللي عم بنشوفه يوميا، يعني كيف بلشت بغزة، بلشت بلبنان، بعدين بلشت ببعض من المناطق في الضفة الغربية. يعني هذا الموضوع اللي هذا الترابط في المواقف في محور المقاومة، ها قوة هذا المحور. نعم، يعني نبقى في تطورات الحرب على غزة وانتقال هذه المعركة إلى رفح وتأثيرها على مصر الجارة الملاصقة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أستاذ طارق الداود، كمان منرحب فيك مجددا. اليوم المعركة انتقلت إلى رفح، برأيك شو هي خارطة الطريق أو ما السيناريو المتوقع لهذه المعركة؟ إلى أين ستصل إسرائيل بإبادتها الجماعية؟ يعني لا شك العدو الإسرائيلي هدفه تهجير رفح إلى مصر. نعم. ومع الأسف أنه كل الدول العالمية اللي جمهورها معترض وعم ينزل وعم يتظاهر، وعم إن كان بأوروبا أو بأمريكا، ولكن في تغاضي وفي تعتيم وفي يعني لا مبالاة من هذه الدول، وبدون ضمير وبدون أخلاق، تركين اليهودي يسرح ويمرح بهذا المنطقة بغريزته القتل وتدمير الشعوب وإبادي عام يعني. ولكن بعد الأمريكي ما عم يرف له جفن، وما وبالعكس الطيارات اللي عم تنقل الأسلحة اليومية من الولايات المتحدة على الفلسطين المحتل وللجيش العدو الإسرائيلي هي يوميا، فيما هو يتحرك الأمريكي كوسيط بين الدول، كوسيط وين سلام. وين الوسيط السلام؟ وسيط سلام وعم يبعث لهم سلاح، روحوا قتلوا الفلسطينيين. نعم. كيف هذه الوساطة؟ يعني كيف بدنا نفهمها الوساطة؟ انك انت عم تقوم بدور وبالمقابل انت ما تحمي وتدعم وتبعث لهم الذخائر لحتى يزيدوا في بربريتهم وفي وحشيتهم وفي تدميرهم لهذا الشعب. وهناك حديث عن أنه تخوف من أن تورط إسرائيل الولايات المتحدة في الحرب، فيما الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل لا زال مستمر. صحيح. لو في قرار، يعني هل يتمادى الإسرائيلي بالاستمرار بالحرب فيما لو الولايات المتحدة فرضت ذلك؟ إطلاقا لا، مجرد ما يوقف الدعم الأسلحة
للعدو الإسرائيلي بيوقف، توقف الحرب، مش إنه بيوقف الحرب حتى في ولكن في غزة. إلى متى هذا الدعم؟ هناك كلفة، هناك كلفة عالية. لأنه هنالك في شركات بترول وفي شركات غاز، أهداف اقتصادية للمعركة، لا شك اللي هي بدها تحقق هذا التغيير الديموغرافي في في رفح وفي غزة، لحتى هذا الساحل يكون صمام أمان لشركات الغاز اللي بدها تستثمر بكرة في المستقبل، لأنه كما نسمع وكما يقال وكما الـ يعني التوقعات إنه هذا الساحل في غزة وفي المنطقة هو ساحل غني في الغاز والبترول. برأيك هل سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى مصر يعني لازال قائما؟ أكيد قائم، وإذا بتشوفي إنه يعني كمان الدور المصري كان من المفروض على مصر أن يكون دورة أفعل من هيك في هذا الموضوع وأقوى من هيك. والشغل الثاني المهم أنه الضغط الاقتصادي على مصر هل بيخلي لك أنه هذا الضغط الاقتصادي الكبير اللي بخلال شهرين إذا عبتتابع موضوع الجنيه المصري صحيح. بخلال شهرين ارتفع 30% من هنا 40%. هل تساوم مصر؟ الضغط على مصر للمساومة، من هنا انه بيضغطوا بالاقتصاد لموضوع ينعمل ترانسفير لأهل رفح على سيناء. بس هل يعني هذا بيكون بداية لانهيار حقيقي في مصر؟ والأمن القومي في مصر مهدد؟ بداية لا لا، هذا تهديد للأمن القومي في مصر. لكن اليوم مصر تأخذ أعلى يعني درجات الحيطة والحذر على حدودها، بس يعني ترفض، لازالت حتى الآن، لازالت حتى الآن ترفض، ونحن بهمنا تظل ترفض، ولكن الضغوطات على مصر قد تصل مصر إلى أن إلى تسوية معينة أو أن تسلم في قرارات معينة. وهلأ هي يعني الخطة الإسرائيلية شو؟ إنه لما عم تعمل لك غزة هي أرض محروقة، هي تدمير غزة بشكل كامل، بطل فيها حياة غزة، هيدي تمهيد لحتى هيدا الفلسطيني اللي قاعد بالشادر وبدلوا سنتين ثلاثة لا يعمر، وإذا ما في قرار بإعمار غزة، ما هي من الأشياء اللي طرحتها حماس، إنه من مسلمات اللي طرحتها حماس إنه إعادة بناء غزة، لأنه إذا ما في إعادة بناء لغزة يعني هودي المليون ونص مليونين اللي هني بدون مأوى وبدون بيت وراح بيته وراح ممتلكاته صار بده يدور على مكان آخر. نعم، ويحكى عن الأدوار في إعادة الإعمار، الدور العربي ولا سيما السعودي منه، السعودي والقطري. نعم صحيح، هذا اللي نعم. عم تضغط حماس لحتى تاخذ ضمانات من العرب انه بإعادة إعمار غزة بأسرع وقت ممكن. يعني من الـ الأشياء اللي طرحتها حماس هي إعادة الأعمار صحيح. وهي السجناء نعم. السجناء اللي بدهم يطلعون العدو الإسرائيلي من سجونهم، إنه يكون في ضمانة مش بعد شهرين يرجعوا يعتقلوهم، هذه كمان أساسية بموضوع حماس. والأهم كمان إنه السلطة تكون بإيد الشعب الفلسطيني مش يقرروا عنه بكرة، وليس حماس. يمكن يكون يمكن يشوفون إن بكرة دحلان يقولوا ها هو نعم. ممثل حكي وما عن وما أدراك بمن دحلان. حكي عن زيارة أخيرة للدحلان إلى الإمارات بعدما تم تجميد هذه المفاوضات من قبل نتنياهو في صحيح. في عفوا في مصر.
أتت بعدها زيارة دحلان إلى الإمارات؟ أتت لإعادة يعني هل هي تحرك المياه الراكدة؟ هل يعني مؤشرات التسوية بدت واضحة أم لا زالت بعيدة هذه التسوية؟ لا شك أنه المعركة طويلة طويلة. يعني على مدى قد ايه بعد؟ مدى ما يحكى عن 4 أشهر، ولكن المعركة طويلة منا قريبة. العدو الإسرائيلي عم بيدور على مكسب، عم بيدور على انتصار ليقول لشعبه انه انتصر. وبنفس الوقت هذا المقاومة العظيمة اللي هي في غزة، ان كان حماس او الجهاد او كل اخواننا في الشعب الفلسطيني، أثبتوا أنه هن شعب جبار، شعب لن يقهر، لن يهزم. وبعدين راح ممتلكاته وراحوا الشهداء، أهله استشهدوا، وبعده هذا المقاوم عم بيقاوم، بعده بقوته، بعده عم بيطلق صواريخ، بعده عم هيدي شغلة. بعد 4 أشهر يضل بهذا القوة، يعني هذا انتصار عظيم للمقاومة. لذلك ما رح نشوف في تهاون للمقاومة الفلسطينية حماس أو لمحور المقاومة. لا، للمقاومة الفلسطينية، وأكيد بتنعكس إيجابا على محور المقاومة. ولكن هذا الانتصار العظيم وهذا اللي حققه لحد هلق المقاوم الفلسطيني، منه مستعد من شان أي جهة بالخارج، إن كان هنية أو غيره، إن يساوم على تضحيات هذا المقاوم. يعني أنت تقول المقاوم على الأرض غير المقاوم السياسي؟ لا شك، أكيد لا شك، هذا المقاوم هو المقاوم الحقيقي، هو اللي بيقاوم بغزة وبفلسطين محتلة. اللي قاعد برا بخمس أوتيل 5 نجوم ما رح يكون مثل هذا المقاوم اللي خسر أهله وخسر بيته وبعده صامد وبعده عم بيقاتل وبعده عم بيقاتل. لكن يمكن له أن يفرض الشروط باسم هذه المقاومة، لا شك، ولكن ما رح يكون أو يعلي سقف هذه الشروط ليحقق. بس هذا بالنهاية القرار للأرض، القرار للمقاومة على الأرض، للميدان. نعم. عودة إلى الشأن اللبناني والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كنا عم نحكي عن موضوع الموازنة. هذا الواقع بالنهاية، كنا عم نحكي عن موضوع الموازنة، لك رأي بهذا الموضوع؟ يعني مع الأسف اليوم في طعن من قبل نواب القوات اللبنانية بهذه الموازنة. يعني يشكروا، ما بعرف مين اللي، ولكن يشكروا على الطعن، لأنه هذه موازنة غريبة. انك انت عم تعملي موازنه لسويسرا بشعب باثيوبيا. يعني نحن المواطن اللبناني راتبه على دولار 15,000 بحد الاقصى، يعني وبيدفع ضرائب على 89,000. صحيح، يفسروا لنا يا هيدي كيف بدها تركب؟ كيف بده يكون هذا اللبناني قادر يدفع ضرائبه؟ كيف بده يدفع فاتورته الكهرباء؟ طب اذا اللبناني سكت المي وتعود، مع الأسف إنه هذا الشعب نايم، يعني وين كن؟ ما هودي اللي وليتوهن يشتغلوا عنكم، وهودي اللي انتخبتوهن امبارح. لا، عم تقول نايم لما صار قام الشعب، هودي اللي انتخبتوهن امبارح. طب وين يعني هيدي بغير دولة بالعالم بتعمل ثورة على 6 سنت أو تحركات شعبية، على 6 سنت عملنا قصة. طب هيدي مصيبة، هيدي كيف اللبناني اللي ممكن موظف في الدولة وفي القطاع العام أو في القطاع الخاص، كيف قادر يحمل هيك موازن؟ كيف قادر يحمل يدفع فواتير؟ برأيك هذه الموازنة رح تسبب ضرر على الدولة اللبنانية؟ لا شك بدها تسبب ضرر، وهن بعدهم مشكلة انه بهودي الحكام مع الأسف بعدهم عم بيطلعوا بجوب الناس شو بعد فيها مصاري ليأخذوها. يعني ما تطلعوا بالناس بالشركات وبالبنوك اللي حققت مليارات الدولارات، بس عم بيطلعوا
شلحوها مصرياتهم بالبنوك للشعب اللبناني، وهلق عم يشلحوا مصرياته اللي بقوا بجيبته عم يصلحوا. بس البعض متفائل بمستقبل اقتصادي جيد في لما لو كانت فعلا هناك نية يعطونا باب ضوء لنتفائل ونحن بنتمنى بداية انتخاب رئيس. يعني الرئيس هلق في مؤشرات لانتخاب الرئيس؟ توقعاتي طويلة القصة. طويلة بعد؟ أكيد لا شك. إلى متى؟ على القليل إلى انتهاء الحرب. انتهاء الحرب والوضع الأقليمي وانتظار التسوية والانتظار. ما في هلق ما في هلق يعني ما في قرار وما في بالنهاية. نحن لنكون واقعيين، ما مش الشباب هون هن اللي بيقرروا من الرئيس للأسف. شو بيجي التليفون وهذا التليفون هلق ما حدا شايفنا وداري فينا ليش التليفون. وثانيا ما في خلافات لتركب الامور معقوله يتفقوا وحوار معظم حتى الساعه في في تليفون. ولكن هلق بالمدى القريب اكيد الرئاسي بعيد، حتى انه الرئيس بري قال ما عادش ادعي لحوار. ما شو شو بده يدعي هو؟ وين بده يعني رئيس بري وما واقع يعني ما في يدعي لحوار وفاشل. نعم مره واثنين وثلاثه ما بتزبط صحيح. وما حدا بده الحوار اساسا ما حدا بده الحوار واضح. نائب الامين العام لحركه النضال اللبناني الوطني استاذ طارق الداوود، شكرا على حضورك. شكراً معنا. شكرا كلك، يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم، نلتقي في النشره الظاهره، الى اللقاء.